ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. أضرار الحب. ولطالما أن هناك أضرار لابد منها، فإننا نورد على سبيل المثال للحصر بعض الأضرار التي يسببها الحب للشاب أو الفتاة على حد سواء. فالشاب العشقان سيعود إلى المنزل منهكا، فيحاول أن يجد أحدا في العائلة يتواصل معه، وبالتأكيد فإن شقيقه الأكبر لن يجد الوقت لسماع هذه الترهات، بينما الأخ الأصغر سيكون في أقصى حالاته الوجودية أثناء اللعب مع أصدقائه، ولن يجد العاشق سوى أخته. لكن كيف سيقول لأخته هذا الكلام؟ ماذا ستقول عنه؟ وما هي الفكرة التي ستأخذها عنه؟ وهل ستنزل هيبته إلى الأرض أمامها أم لا؟ وكل هذه التساؤلات تعني أن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الشاب والفتاة الأشقاء دائما. فالولد يريد أن يفرض شيئا ما على الفتاة، سلطة غامضة ما أورثه إياها نظام أبوي أو بطريركي كما يقول المثقفون، ويقترب الأخ من أخته أخيرا وينظر إليها كإنسان للمرة الأولى في حياته، ويبوح لها ما في قلبه تجاه حبيبته المفترضة أو الافتراضية كما يقول الحداثيون من مثقفي الأنترنت، ويبدأ فصل إنساني بين الأخ وأخته، لكن فصل من التواصل، فيتواصلان يوميا ويبوحان بهمومهما يوميا، ويجدان فسحة يتنفسان فيها في البيت وبين العائلة كل في الآخر. ويحدث أن تتجرأ الفتاة وتقول لأخيها أنها أيضا عاشقة، ويحدث أن يهتم الأخ للأمر بعد لأي وجهد، فهي ساعدته كثيرا واشتغلت نديمة وجليسة عاطفية كعبد السلام النابلسي مع عبد الحليم حافظ وفريد بسمعه هو، وهي كاتمة أسراره التي إذا أفشتها تدمرت حياته، وهي الفتاة الحنون التي تهتم بقصته التافهة في نظر الآخرين، وهي صاحبة الأفكار التي ينفذها للوصول إلى الحبيبة، وهي ببساطة باتت شخصا مهما وشخصيا اعتبارية بالنسبة إليه. ولن يقول لها خرسي ولي في هذه الحالة، وعدم قول الخرسي ولي هذه بحد ذاته إنجاز. أما الإنجاز الثاني فهو أننا نملك في مجتمعنا الآن شابا يستمع إلى قصة حب تعيشها أخته ويصبح متنفسا روحيا لهذه الأخت داخل جدران العائلة الكريمة، ولعل هذا الضرر الأول قد هدم شيئا داخل العائلة وبنى شيئا جديدا فيه أجمل وأقوى وأجدى، هدم صمتا ووجوما وتبادلا روتينيا للكلمات والأوامر، وبنى تواصلا واهتماما وشوقا بين أفراد العائلة الواحدة التي يعجبنا جدا أن تكون متماسكة. لكننا لا نفعل شيئا من أجل هذا التماسك، بل وإننا لا نعرف أننا نواجه انهيارا في التماسك العائلي في بلادنا ومجتمعاتنا التي لم تعد فيها العائلة تلك القوة الداعمة للشاب أو الفتاة في بدايات النزول إلى شارع الحياة العملية. لم تعد العائلة مصدرا للطاقة والإلهام لدى الفتى أو الصبية، بل أصبحت معظم العائلات بخوائها وتفككها ووجومها وغلاظة أجوائها ومقتها وتخلفها عبئا على الشاب أو الفتاة، فتراه أو تراها تخجل أو يخجل من عائلته أو من عائلتها، وتخاف من الجهر بانتمائها إليها، فيبدأ فصل جديد في مجتمعنا من اللا انتماء والعبث واللا جدوى، ونمضي سنوات أخرى أيضا دون أن نفعل شيئا كمجتمع بات مطلوبا منه أن يقدم شيئا. ولطالما كان الحب وأضراره من البنائين في المجتمع والداعمين لقوته وتماسكه، ولنا في أضرار الحب وقفات أخرى، فهو والله يستاهل. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.